بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. معاكم سرية، نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. احنا النهاردة عندنا دعوة، أنت مدعو إلى عشاء عرس الخروف. النهاردة الجزء 17، أنت مدعو. المسيح قال هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمح أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معاه وهو معايا. أنت مدعو كعروس تتحد بالابن العريس على مستوى أبدي. دي دعوة للدخول للفرح الدائم والأبدي بلا انقطاع. أنت مدعو ككنيسة تعيش في عرس دائم أقامه الآب لابنه ينعم بيها وتنعم هي بحلوله في وسطها. تتكي على صدره، تتقبل منه أسرار أبيه، تتمتع بإمكانياته الإلهية حتى ترتفع بيه وفيه إلى حضن أبيه لتنعم بشركة أمجاده إلى الأبد. ربنا يا جماعة عايز يخلي في داخل كل واحد فينا ملكوت سماوي، يحل العريس فيه ويقيم فيه عرسا روحيا يملاه بالفرح السماوي، وما يقدرش العالم ولا أي حد ينزع فرحنا منه. ربنا عايز يتحد بينا، يقدسنا، يكشف لنا أسراره الإلهية. دي دعوة لقبوله عريسا أبديا، شافي ومشبع لنفسنا، مفرح لقلوبنا، ينور أرواحنا. هل أنت عايز تقبل هذه الدعوة السماوية بكامل إرادتك وحريتك؟ ربنا بيعلن محبته العظيمة العملية الفائقة المعرفة، وبيترك ليك حرية القبول أو الرفض. هو واقف على الباب يقرأ، ينتظر ان احنا ندخل قلوبنا دي، وهي دي الجنة بالنسبة ليه، نقعد فيها معاه وننعم بالاتحاد بيه. الدعوة دي كلفته حياته اللي بذلها لمصالحتنا مع ابيه صاحب الدعوة. مقدمة لنا جسد ودم المقدسين طعام وشراب روحيا لوليمة الملكوت الجديد، لقد صار كل شيء معد لدخولنا للوليمة المقدسة اللي هي في جوهرها هنرتفع إلى الحياة السماوية بيه وفيه. ده أرسل لنا روح القدس في كنيسته عشان ينطلق بكل نفس إلى الحضرة الإلهية، يرتفع بيها من مجد المجد، ليدخل بيها للهيكل الإلهي، لتشارك الملائكة في تسابيحهم وتقبل عرسها في داخلها اللي هو سر فرحها الأساسي. مين اللي بيدعونا؟ الثالوث القدوس مشغول بهذا العرس. الآب هو صاحب الدعوة، والابن هو العريس اللي دفع دم تكلفة للعرس، والروح القدس هو اللي يعمل فينا ليهيئنا لهذا العرس. كفاية تمرد ورفض، كفاية كبرياء وعمى بصيرة، كفاية تهاون واستهتار، كفاية انشغال، كفاية عدم تقدير حقيقي لهذه الوليمة السماوية الأبدية. وفي كل الأحوال مش هتقدر تقف قدام غضب الله الآتي. هل هيأت توب العرس أو لباس العرس؟ مش هو برضو الإنسان الجديد اللي ننعم فيه في مياه المعمودية كصورة خالقنا، واللي احنا ملتزمين بالحفاظ عليه ناميا ومزينا بعمل روح الله القدوس، وخلال حياة التوبة العملية المستمرة والجهاد الروحي القانوني المستمر بصدق وأمانة؟ مش هو نعمة الروح القدس والبهاء اللي يضيء الحالة السماوية التي نتقبلها بالإيمان، فنصير بلا دنس ولا عيب إلى اجتماع ملكوت السماوات، ولينا سمة الإيمان العامل بالمحبة الحقيقية اللي هي تزين الثوب البهي اللي من غيره مش هننعم بالوليمة، وبالتحديد محبة الأعداء بكونها المحك الحقيقي اللي بيكشف عن حبنا لله وللقريب. ثمر الروح اللي أوله المحبة هو الثوب الملوكي اللي بنلتحف بيه، فبنبقى زي الملكة الدخلة إلى العرس لتلتقي بالعريس الملك السماوي، ومحدش من رجال البلاط يقدر أن يعترض طريق المحبة. النهاردة ربنا عايز يدخلني من القدس إلى قدس الأقداس. إحنا
نفتكر النهاردة احنا قدام بنيامين يمين القوة، ومتياس عطية مضاعفة، والجمشت مأسور بحب المسيح. احنا يمين القوة، قوة الروح القدس وقوة الصليب، والعطايا المضاعفة من روح الله القدوس، واحنا مأسورين زي الجمشت بحب المسيح. الحقيقة انا قدام متياس عايزة اقف لحظة صغيرة. كان في معجزة مع متياس الرسول راح يبشر في مدينة بغلطية. سمعت العذراء ان متياس كان مسجون وفي ديب. صلت العذراء لينحل الحديد ويدوب كالماء، فسمع الله صلاتها. داب الحديد اللي موجود في الابواب والاقفال وكل الحديد اللي موجود في المدينة، ونتيجة المعجزة دي آمن هناك الوالي وآمن كمان كل الشعب. ليه متياس بالذات؟ عشان مع متياس انحل كل حديد، يعني انحلت كل ارتباطات جسدي ونفسي بالعالم وحتى بنفسي. ومن هذا الأساس على المسيح لما بيحلني ارتبط، يعني وأنا كمان مرتبطة ومأسورة بحب المسيح، فياخدني المسيح ويطلقني من القدس إلى قدس الأقديس. النهاردة الوقفة هتكون قدام قدس الأقديس. يعني إيه قدس الأقديس؟ وإيه اللي موجود في قدس الأقديس؟ وإزاي ربنا هياخدني من قدس الأقديس عشان يفتح لي ملكوت السماوات؟ الموضوع النهاردة جميل جدا. لو قبلت الدعوة النهاردة ينشق الحجاب بين القدس وقدس الأقديس. النهاردة يسوع بيفتح قدس الأقديس ويدخني. طب كان فيه إيه قدس الأقديس؟ هرجع للعهد القديم وبعدين نكمل. هنلاقي في قدس الأقداس تابوت العهد، يعني تابوت الشهادة، وبنسميه كمان تابوت عهد الرب. في سفر أخبار الأيام وكانوا لما يرفعوا التابوت بيقولوا: والآن قم أيها الرب الإله إلى راحتك أنت وتابوت عزك، كهنتك أيها الرب الإله يلبسون الخلاص وأتقياءك يبتهجون بالخير. يعني النهاردة يوم ابتهاج ويوم خير ويوم فرح. تابوت عزك أي يمثل العزة والجلال. التابوت يرمز كمان لقوة الله. النقطة دي مهمة قوي. يلا نرجع بقى لإصحاح سفر الخروج إصحاح رقم 25 ونتأمل شوية في قدس الأقداس والتابوت ده كان عبارة عن إيه. بنسميه كمان الغطاء، بنسميه كرسي الرحمة. يلا نروح الإصحاح 25. فيصنعون تابوتا من خشب الصنت وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج، تغشيه وتصنع عليه إكليل من ذهب حواليه، وتسبق له 4 حلقات من ذهب وتجعله على القوائم الأربعة. تصنع عصاوين من خشب الصنت وتغشيهم بالذهب، وتدخل العصاوين في الحلقات، وتبقى العصوان في حلقات التابوت وما تشيلهاش منها، ما تنزعهاش منها. تصنع غطاء من ذهب نقي، وتصنع كاروبين من ذهب، صنعة خراطة تصنعها على طرفي الغطاء، يعني الكاروبين مع الغطاء قطعة واحدة. اصنع كاروب واحد على الطرف من هنا وكاروب على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكاروبيم على طرفيه، ويكون الكاروبيم باسطين أجنحتهم لفوق، مظللين بأجنحتهم على الغطاء، ووجههما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجه الكاروبيم. ليه طلب ربنا التابوت؟ مش كان يطلب عرش ولا كرسي؟ التابوت يصنع من خشب الصنت وهو لا يسوس، يرمز للطبيعة البشرية ويمثل ناسوت المسيح اللي مات ولم يفسد، لأن مكتوب لن تدع قدوسة يرى فسادا. ويعني انقطع الخشب من سبل الحياة الأرضية، يعني انفصل عن الأرض والأرضيات. الخشب المغطى بالذهب هو رمز للإله المتجسد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. إكليل من ذهب علامة النصر والخلاص بدل من إكليل الشوك اللي بيمثل اللعنة والعار. يعني يسوع هو ملك الملوك وهو رب الأرباب. ده الإكليل. تصنع عصاوين من خشب الصنت وتغشيهما بذهب. العصاوين من خشب رمز للصليب اللي حمل عليه جسد رب المجد.
وتغشى بالذهب تقديس للصليب الذي غشي بدم المسيح. تدخل العصوان في الحلقات الأربعة على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما، أي بدون الصليب لا يمكن رفع الطبيعة البشرية للسماويات. والصليب يغطى بدم المسيح كل الأرض بأربع جهاتها للقابلين فقط لدم الحمل، وتبقى العصوان في حلقات التابوت وما تتنزعش منها. يعني يجب التمسك بصليب المسيح باستمرار طول ما نعيش على الأرض. إشارة أيضا إلى الصليب الخشبي اللي هو سر اتحادنا مع الله وأداة دخولنا لمقدساته الإلهية. وبكده عدينا بالصليب على ثلاث مراحل مختلفة مع الجسد والنفس، ودلوقتي بعدي بيك تاني مع الروح. نفتكر شوية. مع الجسد صلبت شهواتي بإجهاد الجسد والنسك والعبادة والخدمة والتوبة المستمرة والاعتراف المستمر في الدار الخارجية وبصفة مستمرة، وصلبت العالم برفض الماديات وبصفة مستمرة، وده احنا شفناه في الأجزاء اللي فاتت كلها. مع النفس صلبت الذات وبصفة مستمرة وسقطت أسوار أريحة، يعني صلبت الكبرياء بالاتضاع وصلبت الأنانية بالخضوع لربنا وبالمحبة لله والقريب وتسليم النفس لله، سلمنا فسرنا نحمل. مع الروح همسك بقوة الصليب واعلن قوة دم الفادي بصفة برضو مستمرة، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، لكن عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. سمح فقط لسليمان الملك أنه يشيل العصوان من التابوت في الهيكل اللي بناه في أورشليم، ده لأنه بيمثل الوصول لأورشليم السماوية اللي المسيح هيكلها هيكلها والخروف سراجها. تضع في التابوت الشهادة التي أعطيك، وبهذا يصبح التابوت رمز العدل الله. كان ممنوع لمس التابوت لأنه رمز العدل الإلهي ورمز الله نفسه، زي ما كان لما يظهر على الجبل كان ممنوع لأي إنسان من لمس الجبل. ده معناه لا يمكن التعامل مع الله إلا من خلال الدم. بدون فداء المسيح لا يمكن أن تصل لله، ولا يوجد طريق آخر ولا باب آخر، فهو طريق واحد وباب واحد هو المسيح ليعطينا الحياة الأبدية السماوية ودم المسيح. الغطاء مع التابوت هو وجود الله في السماء مع محضره في الأرض في نفس الوقت وحضوره على الأرض، يعني الغطاء من الذهب الصافي، لأن الله هو الرأس بطبيعته الإلهية اللي قبلنا نحن الموتى الذين قبلوا الفدية والحمل اللي سبقنا وأخذ مكاننا ومات عنا. الغطاء هو كرسي الله وهو كرسي الرحمة السماوي. تجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك. دي صورة للعدل المطلق مغطي بالرحمة والفداء، فيكمن العدل بتتميم الفداء ورمزه الغطاء. يتكلم الله من على الغطاء وليس من الداخل. التابوت أي تكلم من دافع الرحمة وليس كما يستحق العدل. إحنا ما نقدرش نقف قدام العدل. في روميا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. وزي ما كان فيه مكان واحد للكفارة في العهد القديم، أي كرسي الرحمة على تابوت العهد، فكذلك يوجد مكان واحد فقط للكفارة في العهد الجديد وحتى الزمن المعاصر، وهو صليب الرب يسوع المسيح اللي عليه مضى المسيح هذا العهد بدمه. إحنا كمؤمنين بقبول دعوة عشاء عرس الحمل قبلنا الاتحاد به والارتفاع معاه، مأسورين بهذا الحب الفائق المعرفة. وكان الكروبيم على كل طرف ناظرين لبعضهم إلى الغطاء، يعني منحنين سجودا للحضرة الإلهية. لذلك عند رش الدم على غطاء يوم الكفارة اللي كان بينضحه رئيس الكهنة بأصبع على الغطاء سبع مرات، رمز الكمال عمل الفداء، ويكون الكروبيم ناظرين لهذا الدم إجلال لهذا العمل الفداء، وسجدين لدم الكفارة، يعني سجدين للحمل المذبوح على الصليب ومنساش وفي قبره. يظلل الغطاء كروبيم
علامة انفتاحنا على السماء وشركتنا مع السرافيم والكهروبيم في تسبيحاته، ناظرين إلى الحمل، ساجدين رافعين أيديهم أي أجنحتهم إليه من كرسي الرحمة أي الغطاء إجلالا للفداء والفادي. بيمثلوا كمان الملائكة القيامة اللي كانوا في القبر، وجود الكهروبيم على الغطاء أي بعد الصليب ومجد القيامة. في يوحنا 20 نظرت مريم ملاكين بثياب بيض جالسين، واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين، حيث كان جسد يسوع موضوعا. هو موضوع اتجاه، أولاد الله بيتجهوا لله، بتكون الركب الساجدة، الرأس المنحنية، والأيدي المرتفعة للسماء في خشوع ومخافة الله. كان في التابوت الوعاء اللي بيحتوي على المن وعصا هارون اللي أفرخت، ولوحة العهد المكتوبة بأسبع الله. وعاء المن بيشير لجسد الرب المقدس. بيقول أنا هو الخبز الحي اللي نزل من السماء، إن أكل حد من هذا الخبز يحيا الأبد، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، وكما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكل جسدي فهو يحيى إلى الأبد. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء. عصا هارون اللي أفرخت باللوز، يعني الله هو اللي اختار الكهنوت في سبط لاوي، واختارنا ككهنة وشعب مختار. العصا رمز للقيامة، كل مؤمن يؤمن بالمسيح مهيئ للقيامة مع بني النور. العصا بداخلي ترمز للنمو والجهاد والسهر، لأن اللوز كان معناه السهر. بالصليب نعبر للقيامة وتتغير طبيعتي من إنسان أرضي لإنسان سماوي. القديس جيروم بيقول يليق بعروس المسيح كنيسة القلب أن تكون كتابوت العهد مغشى بالذهب من الداخل والخارج، يعني تكون حرسة وسهرة لحفظ شريعة الله. بقول لكم في تأمل خاص بقى، ناخد بالنا، يجب على النفس البشرية المأسورة بحبه تتحد بثبات يعني بأمانة مع المن أي جسد الرب ودمه في سر التناول، وتمسك بقوة الصليب وتحفظ وصايا الله وتقبل العهد معاه، فيتحد بيها روح القدوس تثمر وتنمو بروحه، يهيئها بالذهب وهو بر الله وقدسته عشان تكون عروس للمسيح، يفتح لها أبواب السماء. نتقدم لعرش النعمة وكرسي الرحمة، ونرجع لحضرة الخالق، ونبقى في هيكله إلى الأبد، وهنا يكون الرب قد ملك زي سفر الرؤيا إصحاح 11. الرب قد ملك وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأة هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا، لأن البذ هو تبررات القديسين. هيأت نفسها بإيه؟ بالفضائل والجهاد والسهر والنمو بإخلاص، يعني بأمانة وخضوع للطاعة وطاعة ليه. هيأها روح الله القدوس كمان للعرس بالنقاء أي البذ أو الكتان، وبر الله والقداسة والنقاوة، لأنه غسلها بدم الخروف وزينها بثمار روح القدس. طوبى للمدعوين لعرس الخروف، طوبى للي يفتح باب قلبه وروحه عشان يدخل المسيح إليه ويتعشى معاه وهو لسه هنا على الأرض، يعني ليه علاقة حب وتعزية مع المسيح وهو على الأرض. فهذا قد غلب، من يغلب يكون مدعو لهذا الحفل والعرس السماوي. نسأل مين هو العريس؟ أنا هركز على أسماء بس العريس. في العهد القديم كان أسماء الله إلهيم يعني الله، ويهوى يعني الرب الكائن، وأدنى يعني السيد، يعني هو الله الرب الكائن السيد. مين العريس؟ هو المسيح المخلص عمانوئيل أي الله معنا، هو السيد المعلم ابن الإنسان الطبيب رب السبت ابن العلي الابن العظيم. دول 11 ولسه تاني.
هقسمهم 11 11 وبعدين 10 10، ودي ألقاب بس المسيح، هو الكلمة، حمل الله، ابن الله، خبز الحياة، النبي، نور العالم، الباب، الراعي الصالح، القيامة والحق والحياة، هو القدوس البار، واهب الحياة الأبدية. ودول 11 رقم 2. هو الفادي، سيد المجد، آدم الثاني، راس الكنيسة، هو حجر الزاوية، ملك الملوك، الكائن في صورة الله الذي به خلق العالم، هو ضياء مجد الله، هو الكاهن الأعظم. ودول 10. ده الأسماء بس. هو الحي إلى الأبد، الألف والياء، الأول والآخر، الأمين الصادق، الأسد، القادر، أصل داود، هو الخروف والحمل، هو كوكب الصبح المنير، وقال أنا يسوع، ده كان في سفر الرؤيا. يعني في 42 لقب بس للمسيح. أنا كده لا قلت صفاته ولا قلت طبيعته ولا قلت أي حاجة عنه. إحنا مقدرين مين هو العريس يا ترى؟ هو اللي حبك للمنتهى، هو اللي أطاح حتى الموت عشان يشتريك بدمه. هو ده العريس اللي بيقول هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معاه وهو معايا. في مثل عذارى الحكيمات سمعوا، سمعنا أحدهم يصرخ، هو ذا العريس مقبل، اخرجنا للقائه، خرجنا بنشاط لاستقباله واقتفاء أثار أقدامه. فإنهن ركزنا على الاستماع لكلمات الرب وأقواله، لأن يسوع قال خرافي تسمع صوتي. حيثما يوجد كلام الله الجديد هناك يكون صوته، وحيثما توجد أثار أقدامه هناك يكون عمله، وحيثما يوجد تعبير الله هنجد ظهور الله. يا ترى احنا مقدرين مين هو العريس ده؟ يعني احنا ما نستحقش يا رب تراب رجليك، احنا ما نستحقش يا رب هذه الدعوة السماوية لينا النهاردة. اللي بيسمعوا بتواضع لكلمات ربنا يباركون، وهم الذين يقتفون أثار أقدام الله. يلا بينا بسرعة على الرؤية بتاعتي النهاردة، علشان أنا عايزة أركز قوي معاكم. أول حاجة، يعني كان في حرب جديدة، والحروب دي كانت بتبقى حروب روحية. خدوا بالكم، في حروب جسدية، في حروب نفسية، في حروب روحية. إحنا النهاردة قدام بس حروب الروحية. فأنا كنت بسلي ربنا بقوله يا رب الحرب اللي أنا فيها دي أعمل فيها إيه؟ قال لي امسكي بقرون المذبح. الكلمة كانت عليا غريبة، أمسك بقرون المذبح؟ قال لي آه. قرون المذبح يعني قوة المذبح، يعني أستعين بقوة المذبح. وإحنا اتفقنا دلوقتي إن المذبح في العهد الجديد هو الصليب، يعني امسكي بقوة الصليب. رحت قايمة ومسكة بقوة الصليب، وأعلن دم المسيح الفادي على كل شيء. يعني امسكي بقوة الصليب. يبقى أنا كده متحوطة بقوة الروح القدس، مش عايزة أقول متحوطة بس عايزة أقول لابسة قوة الروح القدس. دي ليها عمل، لكن قوة الصليب كمان دي ليها عمل تاني خالص. قوة الروح القدس زي ما احنا قلنا اللي بيرفعك لحضن الآب، وهو الروح القدس اللي بيهيئ العروس. قوة الصليب ده اللي انا بمسكه في ايدي، واعلن دم الفادي، واعلن الفداء للمسيح. طبعا كان في تأملات كتير، وتقدروا تتأملوا كمان في قوة الصليب. أنا شرحت لكم يعني حاجات كتير فوق، وأخد بالي إن أنا الصليب استعملته على ثلاث مراحل، للجسد والنفس والروح، ودي برضو إيه شرحناها فوق. الرؤية اللي بعديها لقيته إن أنا واقفة في مكان واسع قوي زي القدس، بس واسع قوي قوي قوي، وفي آخر المكان خالص فيه الباب اللي عايزة أقولك فيه الحجاب اللي بين القدس وقدس الأقداس. ولقيت الملاك بيشاور لي وبيقول لي تعالي بسرعة. رحت أنا جارية لأني سمعته بيقول لي تعالي بسرعة. رحت رايحة لحد عنده واقفة قدام الباب، راح الملاك فتح لي الباب. بصراحة المنظر كان رائع،
يعني انا مش هعرف خالص اوصفه لكم ازاي. هنا هو دخلت في مكان منور قوي، فتح الباب لقيت النور. فاكرين النور اللي كنت بقول لكم عليه في كنيسة ابو سيفين وماري مينا والبابا كارولوس اللي انا حكيت لكم عليه المرة اللي فاتت، وان هو خرج متدفق عليا؟ لا، ده انا كأنه فتح حجاب الهيكل وانا اللي دخلت جوه النور. المكان منور قوي اللي مش هقدر اوصف لكم، يعني فعلا اللي ما بتشوفوش عينين واللي ما بتسمعش بيه اذن اللي اعده الله لمختاريه. يعني مش عايزه اقول لكم الاعداد كبيره قوي، والناس دي كلها ناس منوره وفي مجد، الجالسين قد حوالين العرش، المنظر كله بهاء وجلال ونور، ما يتوصفش يا جماعة صدقوني. العشاء المعد اللي هو عشاء عرس الخروف اللي هي وليمة العرس، لا يتخيل، يعني ما ينفعش تتوصف، مش هلاقي لها أي كلمات على الأرض عشان أوصف له كل أنا شفته. عشان كده هكتفي بكلمات بولس الرسول اللي هو ما لم تره عين ولم تسمع به أذن الذي أعده الله لينا. عشان بقول لكم السماء دي جميلة قوي، واللي ربنا عده لينا ده جميل قوي. عايزة أقولك حاجة، أنا ممكن أقولك أن أنا وقفت على الباب وتسمرت من كتر روعة المكان ومن كتر روعة الناس اللي موجودة جوه والمجد اللي هم فيه. يعني أنا بس حبيت أسأل نفسي سؤال، أنا مين في هذا العرس؟ وعايزاكم كلكم تسألوا، هل أنا صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب جوه قلوبكم؟ هل أنا أخو العريس زي يعقوب أخو الرب؟ هل أنا مدعو من المدعوين في العهد القديم؟ هل أنا المدافع عن الإيمان زي أثناسيوس الرسول؟ هل أنا اللي كنت واقف تحت الصليب مع يوحنا والعذراء ونيقيديموس ويوسف الرومي؟ وخدوا بالكم من الأسماء، يوحنا يعني حنان الله ورحمة الله، يعني بيمثل لي كرسي الرحمة. العذراء مريم بتمثل لي القديسة اللي فتحت قلبها فعلا واستقبلت المسيح جوه جسدها وجوه قلبها ونور عقلها، ويعني أنا بعتبرها هي العروس اللي موجودة في عرش النعمة. هل أنا نيقيديموس رئيس الكهنة اللي كان موجود تحت الصليب لتكفين هذا الجسد المقدس؟ ما هو المسيح كان الكاهن وكان الذبيحة، لكن برضو كان موجود رئيس الكهنة اللي برضو كفنه. ربنا ما بينساش طقوسه يا ولاد. وكان موجود يوسف الرومي وكلمة يوسف يعني الثمار الكثيرة. يعني في كل حتة بلاقي ربنا بيفكرني بالطريق وبيفكرني ايه اللي المفروض يتعمل وبيفكرني بكل حاجة. المسيح فتح لي بيفتح لكم كلكم باب السماء، بس بيقدم لكم النهاردة الدعوة من فضلك. اللي بيعرفش المسيح افتح كتابه وقراه هتلاقي نور حقيقي. اللي منكم ما عمروش سمع عنه يعني افتح الكتاب هيعرفك بيه. ما تمشيش ورا حد ويقول لكم خافوا من ان انتوا تفتحوا الكتاب المقدس او الكتاب المقدس محرف، دي مش حقيقة. افتح الكتاب بنفسك وقارن قبل ما يفوت الاوان عليك وقبل ما تعدي الايام وتلاقي نفسك واقف قدام ربنا وتقول توهوني او انا مشيت ورا مين. فكر شوية، افتح عقلك شوية، افتح بصيرتك شوية ودور على الله الحقيقي بجملة واحدة. قل له يا ربي يا خالق السماء والأرض، إن كنت أنت موجود نور لي طريقي. يبقى على الأقل وجه رسالة من نفسك لربنا بطريقة مباشرة وقل له عرفني عليك. على الأقل لما تقف قدام باب السماء في الآخر تقول له أنا طلبتك بس أنت ما ردتش علي، تلاقي حاجة تتلكك بيها. يلا يا ولاد نتقدم لعرش النعمة، يلا نرتفع من مجد المجد.
ده ربنا عايز يفتح لك باب السماوات، عايز يفرجك عليها. قل له يا رب أنا قابل هذه الدعوة السماوية، قل له يا رب دخلني معاك، قل له يا رب نقيني طهرني، عرفني إزاي أمشي الطريق. إحنا يا ولاد قلتلكوا على طريق ماشي بدرجات محددة وبطريقة منظمة ومرتبة. تعالوا نتحد بالمسيح ونتحد بروح الله القدوس اللي هيرفعنا كلنا لحضن الاب. احنا كده وقفنا قدام سفر الرؤيا في اصحاح 19. لسه باقي رؤيا تانية وهحكي لكم عليها المره الجايه. اسمحوا لي النهارده اقول ارفعك وسبحك وباركك، اشكرك يا الهي العظيم، أمجد اسمك القدوس وأسجد عند موطئ قدميك. أحني أمامك راسي يا رأس الخليقة، أرفع إليك يداي، بقول لك قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك، لك القوة والمجد والبركة والعزة، لك يا رب كل كرامة وكل سلطان يا إلهنا العظيم. آمين. أشوفكم بنعمة ربنا المرة الجاية.